الإنسانية. رفع السبابة من أجل هاتف قديم اسمي في غزة. ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اسمع أخي المصلين. شيعة في الدوحة، كيف شيعة في إيران، وأبناء الحي المحمدي يقومون بهذه الوقفة الرمزية. سبحان الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم. ما لهم سواك، وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم نصرك العزيز، اللهم نصرك يا الله، اللهم نصرك على الصهاينة المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بمن ظلم إخواننا غزة. اللهم احصهم عددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل عندك في عليين. اللهم أكرم مفادته، اللهم ألحقه بالنبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم أجرنا في هذه المصيبة واخلف لنا خيرا منها. اللهم أجرنا في هذه المصيبة باستشهاد القائد إسماعيل هنية. أنظمة سلام، الأنظمة سلام، وكلنا في دافئ. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد السلام فريد عن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. نقف اليوم أبناء الحي المحمدي وبنات الحي المحمدي في تضامننا مع إخوان ديالنا في غزة، واستنكارنا لاغتيال الشنيع الذي قامت به القوات الصهيونية للقائد المجاهد إسماعيل هنية. جينا هنا لكي نقول للقائد الشهيد إسماعيل هنية: لا زال المغاربة كما كانوا مع صلاح الدين، فهم لا زالوا على العهد، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، نصرة لأهل فلسطين. سوف نبقى دائما على العهد ولن نحيد عن درب الشهداء، دعما لإخواننا في غزة وفي فلسطين، وكذلك لكي نشجب ونستنكر مسلسل التطبيع الذي تسير عليه على خطاه بلادنا المغرب. ونقول: كفى من التطبيع، لا يمكن أن نضع أيدينا في أيدي مجرمين، في أيدي قتلة سفك، في أيدي مجرمين حرب. فنقول: كفى من التطبيع، وآن لهذا التطبيع أن يقف هذا المسلسل ديالو. ونقول لإخواننا ديالنا في غزة: إن فقد قائد فهناك قادة كثر. نسأل الله تعالى أن يتقبل شهيدنا إسماعيل هنية، وأن يلحقه بالصالحين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نقرأ الفاتحة رحمة الإخوان ديالنا، ونذكر غدا مع السبل بالعشي الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.